معانا السيدة أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. والله يا دكتور معلش أنا أسف حضرتك، والسؤال دوت أنا كنت قلت لحضرتك من فترة، أنا كنت وقعت في ذنب كده يعني من 100 سنة، فطلبت من ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويسامحني وكده، فالذنب دوت كان سبب في تأثير إن أنا أسيب محلي وكده. فالمشكلة ديت يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى حلها لي، فأنا لقيت محل تاني بس في نفس المنطقة وجنب المحل نفسه، بس الناس اللي هي أذتني وساعدت في أذايا من بعد الذنب دوت يعني بحس إنهم بيبصوا لي وبيضحكوا عليا، فرحانين فيا إن أنا سبت المحل وهم انتصروا عليا، بس دايما لما بشوفهم بقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجني من بين أيديهم سالمين، وبعيط بحرقة أو صعبان عليا نفسي دايما بقول حسبي الله ونعم الوكيل. فدايما بقول ربنا سبحانه وتعالى في سجدتي يا رب انت حرمت الظلم على نفسك، فانت قادر تنصرني وترد الظلم عني، فعايزه اعرف ايه الصيغه المعينه ان اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينصرني على من ظلمني ويسامحني على تقصيري في حقه، لان تقصيري في حقه وفي طاعته هو اللي وقعني في الذنب ده وان انا نسيته في بعض الاحيان. طيب خليني اقول لك يا ام محمد، بس احنا عايزين نبقى واضحين في مسائل بتبقى واضحه عندنا. في مسألة الذنب اللي احنا فعلناه وخلاص تبنا إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غفر لنا وانتهت المسألة. مسألة إن في ناس بتتعمد إيذاء الناس وظلم الناس، فالله سبحانه وتعالى بيحذر الناس وبيكلمهم على إن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا، يبين أن الظلم ظلمات يوم القيامة، مش بس ظلمات يوم القيامة فقط، لا، حضرة النبي بيحذر كمان الظالم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. والله سبحانه وتعالى يخاطب دعوة المظلوم ولا أنصرنك ولو بعد حين، فكل ده يخليك مطمئنة. طب إن هم بيضحكوا بقى وإن هم بيعملوا كده وبيبينوا إن هم انتصروا، ده لأن هم في الحقيقة عايزين يهربوا من أي شكل من أشكال وغز الضمير على إن هم أذوكي أو إن هم ظلموكي. فلذلك أنت خليكي ثابتة إن أنت عندك مدد ربنا وعندك فضل ربنا. ايه الصيغه اللي انت، اي صيغه انت هتدعي بيها، وخاصه لو الصيغه سبقها الصلاه على حضره النبي، ليه؟ لان دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك ادعي الله سبحانه وتعالى بما جرى على قلبك، وما جرى على قلبك هو اصدق وسيله اصدق طريقه للوصول للاجابه ان شاء الله. فلذلك حسني بس ظنك بالله سبحانه وتعالى، وما تلتفتيش للي هم بيعملوه ده. مش ممكن ابدا تخلي حياتك موقوفه على ابتسامه، على ضحكه سخيفه ومليانه ظلم ومليانه والعياذ بالله كراهيه، وتخلي حياتك تتغير بهذه الطريقه. توكلي على الله وانت في حمى الله وفي رعايه الله، والله سبحانه وتعالى يحميك ويحفظك من كل مكروه وسوء. واحنا ندعي لك احنا كلنا ونرفع ايدينا ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويقبل توبتك وينزل عليك مدده سبحانه وتعالى، فتجد في قلبك صمود وصلابة، وتجد في قلبك ثبات لا يتأثر بما يفعله هؤلاء معك، وتكوني في عون الله سبحانه وتعالى وفي لطفه وفي عطفه وفي حنانه، فلا يصل إليك مكروه مسيء ولا ظلم ولا أذى مؤذي. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اجعلها في حسنك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين.